يسعد حظنا بهم. حيران طيبي محد شرات يسوون نوم العين ان شاء الله. خلاص بخبركم ناس في منتهى الروع، الناس كلها خير بركه، لكن ايران هاي اللي بعدهم ما تحولوا. اوه هاي وجهون الماشي طيب واخلاق ويود وكرم وصداقه قديم واهليه ودم ولحم ونسب بعد. يلا ويعلى الله يسهل عليهم ويخلصون ويتحولون يا ابوك. متى عاد من متى من متى؟ هذا يقول لك يا محمل في كل سنه يا شرول للوح، يا محمل في كل سنه يا شرول للوح. هذا بيت من 5 سنين لست شوي. الله يسهل عليهم ويخلصون يا ابوك ويتحولون ونياورهم. كان في خاطري والله أن يرمضون عندنا السنة، لكن الله كتب، ما الله كتب لا نطعمهم ولا يطعمونا. لكن البركة في الإيران الباجي ما شاء الله عليهم. يا الله يحفظهم بنا المسخلاف هذا. لا شيء لبس مقاصير اليوم ولا شيء، لأن ما شيء عندي وقت، عندي شغلة لازم أظهر وبسرعة، مرتبط بموعد ما أدري وين، هذا ما شغلة عندي وايد طويلة عريضة، فما بي واحد حتى اي لسيلسة يعني زينة. شو اقول لكم، هاناته جديد مسوينها في البيت، سويت لنا محمد ديكورات اولنا هوا وانا اللي ديكورات بعش قال بعد لا هاي الجفران شي غير نمونة، حاطين فيها مشموم السيارة ابوي تشيكوها بترول يا ابوها. ها لا هي بنت شوية بس يبقى 5 دقائق والاخبار بتيكم تباعا. بابا هلو. الحمد لله زين. ملابس زين جديد مهم اجي صح. شو الرقم قولي؟ اكسترا لارج. اكسترا لارج مو اكسترا اكسترا لارج. يا اوكي الين صبح شو ساوي؟ صبي رياضة كم مرة؟ أربعة ثلاثة. الحمد لله ما يشرب ولا شيء، ما يشرب شيء. كم مرة؟ كم مرة؟ كم مرة لفيت فوق برا؟ برا عبي مية. عبي شوف شوف هو هو هذا. أنت شوف؟ شوف كلب. كبير وصغير. صغير. هلو. عسل. ما يخاف هاي بس هو فاتي. رحت الجيم. جيبني على. هاي خلي خاله ول. هذا ولما جيتني شو كليت؟ شو كليت صلاة هذي؟ كورن فليكس. ها؟ أكل كورن فليكس. كورن فليكس بابا. إيه. كورن فليكس. كبس. كورن فليكس مع عصير. عصير. برتقال عصير. إيه. خلاص برتقال عصير. شو تاني أكل؟ ما في تاني أكل. بس اشرب. كم كيلو نزلت؟ أها. 3 كيلو. إيه كبيه. ثلاثة كيلو. بكرة مرة تانية سوي رياضة. بس وقوم قعب الجمعة. إيش؟ بس نيجي بحدا ثاني كمان قعب الجمعة. 4 جمعة. إيه. إن شاء الله. إن شاء الله. بكرة سوي رياضة مرة تانية. أوكي بابا. زين. والحين خلصنا فطور، خلصنا شرب عصير، خلصنا شرب قهوة. هذا إسناك. شو إسناك اليوم؟ كله فواكه على صباح ساعة 11 من ساعة 4 3 سعود بخير بديت روحه. وين بيت؟ بجيب لك بضبي ان شاء الله. سعود عندنا بجيب لك بضبي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله بديتك مستانس هناك انت؟ ايه. ان شاء الله دوم يا روحي، ان شاء الله دوم حبيبي. يلا سلم على خالد. قاسم. والله قاسم تقول لي ديتك انا والله ديتك. وصلت ابويا نحينا. في مدينة زايد عندي شغيلات وعندي أمور بسويها وعندي اتفاقيات وعندي علوم وعندي أخبار، شيء
يعرف وشيء ما يعرف، شيء معلن عنه وشيء بين علن عنه. المراد هذا ما بموضوعنا. موضوعنا الله يحفظكم اليوم شيء، الله يحفظكم، مبتدي عروض من 3 أيام تقريبا، لكن بعدهم 3 أيام غير عن 3 أيام اللي اختفن. 3 أيام هن 6 أيام، 3 اختفن وباقيات 3. بنخبركم شو الأشياء اللي عليها العروض من نون. فالخصومات اللي عندهم 70% على الماركات الأصلية، من عطورات، من مكياج، من ميكابات، من شادو، حمورة، مناكير، كل ما يتعلق بميكاب المرأة والبنت. وترى فرق بين المرأة والبنت، البنت الصغيرة اللي بعدها ما عرست هاي يقولوا عنها بنت، وما تصير وتعرس سموها أبوي حرمة، حرمة هذه خلاص. فسبعين بالمية على العطورات والمكياج، المكاييج والعطورات هاي كلهن عليهن 70%، و80% على الإلكترونيات، هذا كله في نون هالثلاث أيام اللي باجيات. الإلكترونيات ما يختص بالتليفونات والكمبيوترات والأيبادات والخلاطات والمكايم مال الشرخ البيض والخبز والخبيز والغازات والأفران والتلفزيونات ولا لا 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 لا، كل هالأمور عليهن أبوي خصم 80%. فيا يتنكم الله يحفظكم الدبغة العود اللي هي 90% بحياته ما تستوى خصومات ب90% حقيقية. الخصومات حقيقية من نون، ونون تحت إدارة إماراتية سعودية، نون شركة إماراتية سعودية. فمستحيل ما عليك نقرقع وقرقع وقرقع، ها كله قرقعان صيف اللي يقول لك سرنا ولا هذا، كله ناس أبوي ينبذل لهم بيزات ويندفع لهم بيزات لتشويه السمعات. 90% من نون مسوين خصومات على الأزياء النسائية والرجالية. 90 يعني اللي بمية تاخذ ب10 ربيات، واللي يجي ب1000 تاخذه بمية. شفتوا اللي يقولون عن بيع اللص مخلص؟ هذا هو بيع اللص مخلص 90%، 3 أيام باجيات، شيل ما تشيل، فوقه فوقه. لا تقولوا ما حد قالكم، هذا قدام عينكم الخصومات أبوي على حتى العطور هاي اللي كانت أغلى العطور حاليا، مثلا عندكم إبسان لوران، ديور، روبورتو كافالي، غوتشي، دولتشي غابانا، كلهن أبوي عليهن خصوم وبدقة. يعني تخيل تاخذ دولتشي غابانا ب150 درهم وب170 درهم من عقب ما هو 700 و800 و1000، يعني الناس الزيق يوم تشوف السعر هذا ما حد يصدق. هذا كله أبوي من نون، خصومات حقيقية، مش خصومات رمسة ولا بس إعلان، لا حقيقية وملموسة. والتوصيل، التوصيل أما كان اليوم في خلال 24 ساعة، في خلال 24 ساعة يسوي التوصيل. يوم بتسمع الحين يقول لك إلكترونيات، الإلكترونيات مسوين عليهم 80%. شو هي الإلكترونيات؟ مثلا عندك الأبل، سامسونج، كانون، مايكروسوفت، أنكر، هذه كلها بوي ماركات عالمية، فيها من موبايلات، فيها من تلفزيونات، فيها من أجهزة كهربائية، أي شيء إلكترونيك موجود. وب80% بعمرها ما صارت، وهالماركات كلها عالمية، مش ماركات عادية، ماركات عالمية وعليها ضمان من الشركات الأم. فنون ما بمقصرة، جايب تلكم لين مكانكم اللي تبون، والتوصيل في خلال 24 ساعة. أما كان في نفس اليوم، أجهزة حديثة، مش أجهزة لك عليها، أجهزة توصل لين عندك، لين مكانك بضمانها برسم الخدمة. أنا مش انحيازي، وأنا الله يحفظكم مش راعي اللي بغاية، لا، اللي خليك تتأكد من سامانك اللي أنت بتاخذه إنه موجود في بلادك، موجود في إماراتنا، في إماراتنا الحبيبة، موجود في مملكتنا الغالية، بخاخيرهم تحت الأمر موجود الاستورات، استورات في السيائر تحط فيهن بالساعة والساعتين من كبرهم، كل اللي تباه موجود عندك في بلادك. ما بميوب لك من برا ملعوب به، لا،
موجود في بلادك ومخزن بطريقة سليمة وصحيحة، فلذلك سامانك عندك، ما بيبي يابلك من شركة ما تعرف منو له، منو مالكها، أرباحها لمنو، لمنو هي من الأساس، شركة منو هاي اللي أنا أخذ منها، فايدتها لمنو، تصب في فايدة الشركة هاي لمنو، تنصب في جيب منو. نحن لا، نحن شركة نون أرباحها في حال طلعت أرباح، الأرباح شيء بهانس لا يذكر، هي داهني غطن أبوي المصاريف، ما يبون الربحية، يبون الاكتفاء الذاتي. هذا تفكير نون. الناس اللي من غير يقول لا بيجيب من ما أدري وين، نحن من زمان التعامل نزيد من زمان التعامل، لو أنت ما تدري شو اللي تحت رؤوسهم الشركات هذه، ما تدري شو يسوون شو ما يسوون، ولجل شو يبون يضربون اقتصاد بلادك، وبلاهم ينشرون منشورات هذا عدل وهذا مايل وهذا لا تاخذون وهذا فلان سوى فلان اشتكى فلان ما اشتكى، هذا ابوي كله هذا كله خلاص بتعرفونه، الوايدين الحين عرفوا، و90% من البشر ودروا شرق وغرب. عليكم بنون، عليكم بنون، يوم بيقول لك والله ازياء نسائيه وازياء رجاليه، شو تحرمتوا الازياء الرجاليه والنسائيه؟ الازياء الرجاليه والنسائيه فيها اشياء وايده، مثلا عندك ناهيك عن اللبس، خلي اللبس امر هين، عندك اسوء، عندك نظارات، عندك ما ادري شو، عندك كل شيء يخطر في بالك داخل في الماركات مال اديداس ابو اديداس، والسوع بانواع ومقاسات، واللبس جميع الفرنجي والعربي، فساتين، استرتشات، اللي تبنى، بلوزات، لبس انجليز، لبس عرب، كله موجود، وبكم؟ 90% الخصم. اللي جيم تقلنا لكم بمية بتلقطون بعشر. بعد شيء يسوى عن شيء؟ أشيء يسوى عن هالنمونة في الدنيا العودة؟ ما شيء يا أبوي. تبونهم يقول لكم بلاش؟ حتى لو يقولون ببلاش، والله يا أبوكم بيظهرون، بينقدون عليهم مليون شيء وشيء، بيظهروا لهم. ابوي هالرجال الطيب ابراهيم التميمي، كيف حالك؟ الله يعافيك. كيف انت ابراهيم؟ الله يسلمك يا خالد. يا اخي شيفك شيفت مهندس، شيفت محامي، شيفت تقريبا. قل والله. نعم. شو وظيفتك؟ مهندس بدائره النقل. والله؟ نعم. قلت انا وجهك وجه مهندس. الله يسلمك. كم عندك من العيال؟ والله عدني بشمعرس. كيف؟ ما بمعرس؟ لا. ما بمعرس؟ لا والله بعدني. يا رجال. نعم. ان شاء الله قريب. ترى ابوي هب معرس. تقول ما حد قال لكم. ما بمعرس ومهندس. ما بتبي تعرس؟ ان شاء الله قريب. يا بس اغسل لي يدكم بحار ابوي، قريب يعني ابوي خاطب. خاطب يا والد. عدني يا فاريد. لا عرست ولا ملكت ولا شيء. الله ييسر امورك، يرزقك ان شاء الله بنت شو مواصفات الحرمه اللي تنظر اليها؟ خطيبه وزوج ام العيال المستقبل، تباها شو ثقافتها تكون؟ انت في خاطرك. انت البلاد. انت اكيد بنت البلاد، لكن شو دراستها؟ انت اللي تقول في خاطرك تبي تكون اللي بتكمل معاك مسيره الحياه، شو تكون يكون مستواها التعليمي، شو يكون تخصصها، انت في خاطرك؟ والله انا 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 ما في خاطري شيء، البنيه تدرس حق عمرها، هي مش تدرس حقي انا، ف اللي تباه اللي في خاطرها الله يوفقها وتسوي اللي تسواه. امين وييسر لك يا ابو بنت الحلال الفنانه الله يسلمك المستوره المثقفه راعيه الدار الله اللي انت تستاهلها وهي تستاهل الله يسلمك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك. سعدت بشوفك وسررت. وانا اسعد. قبل لا سعدت، سعدت وسررت. والله انا اللي اسعد يا اخوي. انزين الحين انت حد في بيتكم يتابعني؟ عندي الوالد تتابع. والله؟ نعم. الوالد ما يتابعني؟ الوالد مو بويا السناب. في خاطري اشوف حد يقول لي الوالد يتابعك. لا فعليك نضيف لك الوالد ولا يهمك. رد السلام لخليل على الوالد وعلى كل من عزيز. شكرا لخليل. الله يسلمك. انزين الحين بنرمسكم عاده عن الشيء الجميل، الشيء الزين. سيرتنا تصير امس، سيرتنا تصير جينا مجموعه يا قب غريب. والجينا مجموعة كبيرة من شباب من مناصير ومزاريع ورميثات وقبيسات من كل مكان ما شاء الله تبارك الرحمن. والجيناهم أبوي وشي منهم وشي حمامدة وشي مزاري مرازيج وشي من
خليط ما شاء الله تبارك الرحمن في هذاك المخيم اللي شفتوه، ما يقارب أكثر عن 47 نفر، 47 آدمي متيامعين على عز وكرامة، ودعونا من صير بن ياس إلى جزيرة غشة، وصورناها لكم كله في السناب، ونزلنا شيء منه في الانستغرام، ونزلنا منه في 99% في 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 شو اسمه في لا في الانستغرام وفي على اليوتيوب وعليهن كلهن تويتر، حتى تويتر نزلنا يمين لو سيده اكو هناك. انزين كل هذا نزلنا، ونزلنا اليمع والسوالف وكل الامور هذه. الحين بيجيكم الخبر يا نداعي، ونزلنا الداعي امس اعتقد هي بطريقه مبطنه وغير مباشره، وخلافيتنا الدعوه بعد مباشره، ويانا دعوا قلنا لهم ان شاء الله وهي والله وفاركم طيب. الدعوه وين يتنا؟ يتنا من جزيره، الجزيره هاي اول موطئ قدم ادمي عليها من 7000 سنه، 7000 سنه اللي يدخل في التاريخ بيعرف معنى الكلام اللي انا اقوله. دلمه مركز رئيسي لتجاره المحامل والخشب، واللي اهمها عن هذا وهذاك انها ملتقى التجار الطواويش الغاصه في هذاك الان هذاك الزمن في هذاك الزمن هي المركز الرئيسي، تجمع الطواويش ومشتراهم وبيعهم وتبادل السلع، هي دلمة. دلمة ست البلادين، دلمة هي الأول يقولون عنها دلمة ست البلادين، هي دلمة. دلمة ما صار شراتها بلاد، هي المصدر الرئيسي الماء بوظبي، ينياب الماء بعين قال عنها البحوث. البحوث منطقة توفر المياه الشرب، وينياب ما كنت يا ابو ظبي من دلمة، ومركز تجاري ملتقى عيونه من الهند والسند، تبادل السلع كل يكون في دلمة. دلمة شهدت عصر، شفتوا دبي حاليا، شفتوا نيويورك حاليا، شي كانت، لكن ما نطرين حل البنيان والشوارع والالكترونيك والتطور هذا، لا على هذاك الوقت. هذاك الوقت كانت هي المركز التجاري الرئيسي قبل أميات السنين. فالدعوة جايتنا من دلمة، من قلب دلمة، من هالية دلمة، من بني عمنا، من عيال خالنا، من جماعتنا، من نسبنا، من دمنا، من لحمنا إن شاء الله. هو مفروض الأسبوع هذا، غير الأسبوع هذا عندي سيرة القاهرة إذا الله راد، بتكون سيرتي القاهرة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، الأحد برد، الأربعاء الأسبوع هذا 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 عقب 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد برد. بسكن في الفور سيزن اللي في الجاردن سيتي اللي عدال لمشاهد جراند حياة، 4 ليالي، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، الأحد برد، بجلس 4 أيام في شنتي أبو ظبي، أسبوع دورة بسير دلمة. في سيرتي دلمة بنلتجي ويا العرب كلها، بنجلس عند العرب، بنسولف وياهم من ذكور وإناث إن شاء الله. الجماعة مرتبين المكان، مرتبين الجولة، ومرتبين الطريقة والعلم والخبر، فإن شاء الله كل شيء مرتب، وكل شيء غادي فنان، ما بمال كتب، ما بمال كتاب وقراه ولا لا 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 لا، خذ أبوي الرمسة من أهلها، هل الدار هناك اللي يدان يدان يدانهم مقطوع سرهم فيها، ها فهميه ولا أنا فهميه؟ يلا نرمس خلاف هذا. دلمة بلاد فنان مستوت الدنيا معروفة وكل حد يعرفها، يا غير أنا أبى أظهرها بطريقتي روحي، مثل ما أنا أمس سرت الصير، سرت شرق، سرت غرب، أنا أي مكان أسيره وأوصله يغدير له روحه طعم مختلف، طعمه روحه يختلف، يغدي طعمه غير
غير عن أي حد صار مش خقه، لكن واثق من نفسي وعارف اللي أسويه، وعارف يوم أسير مكان أعطيه حقه، أعطيه حقه. نسرت معرب، درت على البوتات واحد واحد، نسرت حفيز، نسرت مكان، نسرت بلاد، نسرت دكان، نسرت سوق، أعطيه حقه من الخاطر. هبقر قر 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 وعلى الخالي، إن كانت السيرة مدفوعة الثمن أو مدفوعة الثمن. ترى على فكرة ما حد يصير ويجي بلاش. اللي حاط في خاطره يبي يصير دلمة أو أن السبق قبلي هنا برأي يصير، الله يحفظه. بعد أبوي عنده أسبوعين، أسبوع هذا طول، أسبوع اللي عقبه برأي الله يحفظه. كان حد ناوي يصير يسوي أو أن السبق أبوي دلمة الناس كلها تعرفها، والناس كلها سائر وياي عليها وشبعان من السيارات والجيات، يا غير يبون يشوفونها بنكهة خالد الخالدي، برمسة خالد الخالدي، وصول خالد الخالدي، خف الطينة والله خالد الخالدي. هي شو التحرونة والله اني خفيف طين وفنان وخير وحبوب وما حد شراتي وشي قبول وضحت وسوالف، وانا احب اضحك واسولف ويا العرب كلها. شي خبرتكم عنه ملحوق عليه، وان شاء الله بنصور لكم العلم والخبر من دار الخبر ودار العلم من دلمة اللي هي ست البلادين ومازين فيها الماء. هذا ناس وايدين حرفوا ان دلمة ست البلادين يا غير ياشين فيها الماء، لكن هي الاصل دلمة ست البلادين ويازين فيها الماء. نعم هذه المعلومة اكيدة 100% ان دلمة ست البلادين ويازين فيها الماء، وهذا المتعارف عليه. وكانت الله يحفظكم بعد دلمة هاك الوقت التشاله الغاصة اللي يجون من شرق وغرب يغوصون الهيرات. هيرات دلمة تمتاز بأجود أنواع اللولو، أجود أنواع القماش. واليوم الله يحفظكم الحين هذا كله بنرمس عن خلاف، هذا بنرمس عن خلاف الحين ياي الله يحفظكم خياط يفي خياط الشو النبراس، وحين بخبركم عن العلوم والأخبار كلها إن شاء الله. ما صورت عمري شفتوني مازين وأنا داز بالنظارة. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يسلم عمك، شو طارق زين؟ شو اسمك أنت؟ إحسان. إحسان ما شاء الله عليك يا إحسان، فنان أنت إحسان، بارك الله فيك. الحين بخبركم عن الموضوع. هاي كناديري ما تعرف عليه واللي عرفن وخيطهن من كم من سنة، من 30 أو 35 سنة. هذا الخياط مالي، هذا خياطه، وهذا نمونة التفصيلة، ومقتنع فيها أكثر من 35 37 سنة. إنزين، ومقتنع فيه إن هذا 100% الصح، وأمي بالمية هو العدل، ولا حد يخيط شرات خياطي الأولي في مخيلتي وفي بالي إن خياطه رقم واحد، ولا حد يخيط شراته في الكون ودوم أتعزوى فيه، لأن ما حد شراته يخيط. يا غير الله يحفظكم كل يقول لي، ما أقول لا أنت ما تعرفون، كناديري يقولوا لي مينحات شرق ليمين وليسار، مينحات شيء شرق وشيء غرب، شرات اليناح، وفي النص قصار، وفي النص قصيرة، ومن اليمين ومن اليسار، من اليمين ومن القصار من اليسار مينحات، يعني مشوطرات، يعني هنمون تغادي كندورة. مشيت الله يحفظكم وخبروني عن النبراس، وييت، ما أقولكم أني ما ييت، ييت النبراس. يوم ييت النبراس يا بولي أول شيء خط قايست عنده وتنقيت ويا بوهن هذا، يا بولي ياهن شوي بوي أظهر طلع هذا، يا بولي ياهن متى كلهن كامل 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 أظهرهن كلهن. عليكم السلام، كيف حالك؟ يا سلام عليكم. الناس يقولون شوي شوي زيغتني. يحافظ على قهوتكم. يا بوهن، وهالكنادير الله يحفظكم لبستن متى في الكويت، يوم سرت الكويت لبستن، وكان عجبه الثياب اللي خططت، فكان انا الله يحفظكم عجبه، يعني تضح اني انا طول هالفتره اللي يالس ألبس الكنادير، حد يقول لي أطوال، حد يقول لي مشوطرات، حد يقول لي اليد وايد طويلة، اليد وايد طويلة، مفروض اليد
لين هني أقول لهم لا أبدا هذا خياطي من 30 سنة كيف أنتم بتعلموني أنا لا ويستتعايا وياهم. وطلعت الكندورة من تحت أقول لكم يوم لبستهم اتضح أني طول هالفترة مش مغشوش هو خياط من عشرات السنين ما شيء مشكلة وخيط عنده مقتنع فيه لكن ما جربت الغير كل حاط في بالي الناس غير أو أنه ما استوى شيء منتج جديد. وهدين قال أبوي التلفزيونات الأول موديل هالنمونة وعقب تغير الشركات اكثرت والناس غيرت من الموديل الأولي والماركة الفلانية راحت الماركات الثانية انت ليش ما تغير واشهد أني غيرت لكن رب العالمين ساقني على هالخياط اللي هو النبراس وخط عنده واسميني ما ندمت وندمت على الوقت اللي كنت عاي العرب عايهم والسبة أني أنا على صح وهم على باطل وعلى غلط. كندورتي الأولي شوفون شوش قام ينحات طعليدين مدلي لا ويا سعاي العرب من قبل. وعلى فكرة واللي يفرق بينهن وبين أي خياط العقمة والغرمة روحها العقمة تختلف خياطة العقمة وتثبيتها تختلف عن خياطة أي خياط من غير. والغرمة نفس الشيء الغرمة هدبها غليظ فتي حثه مش أدنى تدون ظهرت الغرمة ظهرت العقمة من الغرمة لا. والطرابيش تراهن مليون نوع ونوع طرابيش أنواع وأشكال لك 600 نوع والمقاس الطول تتحكم فيه بالطريقة اللي أنت تباه واللون اللي أنت تختاره عندهم جميع الأجناس وجميع الألوان الأبيض لك 600 نوع ناهيك عن كناديرهم الملونات عاد عد وغلط ودرجات الأبيض والأصفر والأوف وايت كله موجود وعندهم الصفر وعندهم العقل وعندهم القحافي وعندهم تبع القلاليب وعند تعالوا لك غميضة عاد وقف يا أبوك موسم شتاء ولا والله يا أبوك عندهم أجناس صوف شو أجناس صوف مال وين هذا الياباني ما ياباني ما زين والله يا أبوك تحطه في عيونك تحط القطعة في عيونك وتغمض عليها من زينها وفنانة هالرقعة لك غميضة يا أبوك تد وقف شتاء الحول إن شاء الله الحول إذا الله جعل في العمر بده الحول إذا الله جعل في العمر بده ألوان تطول العمر هذا كله صوف؟ كله شوف غميضة علي والله يا أبوك أني متغمض غميضة والشالات عندهم السفر بنواحن والقحافي والفوانيل وكل ما تتمناه يا الشخص الفنان. كيف حالك؟ الحمد لله رقم واحد؟ الحمد لله ما شاء الله عليك يا عديل شو أخبار؟ الحمد لله زين اللي يميز أقولكم محلهم اللي يميز محلهم من تدخل من البوابة ترتيبهم وايد فنان اتي وتتفيزر على الكرسي يظهرون لك السنابل هذا السنابل يظهرون لك السنابل شيء مكانين مكان شرق ومكان غرب وتيلس وشيء بعد قسم طرف هذاك قسم للي بيقايس وقسم للي يبي يجيه الخياط ويقايس عليه روحه نعم قايس ياخذ مقاساته روحه هذا اللي غرفه الصالون شو بقول لكم مرتب مكانهم مرتب وزين فوق عن الزين مكانهم يعني تحس به مكان راقي وفنان وموقعه مره بظلاله مشاهد بوابه البحريه شاهد بوابه البحريه هاي البحريه هذا شارع السلام حيد الاول بوابه البحريه اسمها كان الحين خلفوه بعد اسمها بعد الله اعلم كل من قلنا شيء قالوا والله ها الاول انت وين احنا ابو انت ما تعرف ان خلفوه الاسم ما ادري بوابه البحريه الاول كل ما له اسم غير بوابه البحريه والخياط ابوي اسمه خياط النبراس تي وتتفيز ها شو اسمك هذا ثاني شو اسمك انت احسان طلع كم نمونه بنطالب بن اروي العرب راوي احسان شو نوع هذا؟ هذا ياباني بريميوم كواليتي بريميوم اسمه بريميوم بريميوم ايه وهذا هذا كلاسيك هذا شويه خشب
هذا هذا هاي الرقعة غليظة شوية. غليظة شوية. إيه. وهذا أخف. هذا أخف. هذا بشوف منه. هذا بعد أخف. وهذا بس تيجي. هذا بس. أيوة. هي إيه. هاي الرقعة طايحة عادة. ما يتجسد؟ ما يتجسد. أكيد؟ أكيد ما يتجسد. لون ما يغير. ما يتلاحظ. والله. ما يتلاحظ. أنا تشديت الله يحفظكم. متى جيتك أنا آخر مرة؟ قبل 10 15 يوم؟ تقريبا 10 يوم. جيت قبل سيرة الكويت أظني بأسبوعين أو 10 أيام، وتنقيت كنادير ويابوهن وخاطوهن ووصلوهن عندي البيت برسم يابوهن قايسيتن ولن رقم واحد من قصتن رقم واحد قياسن. يعني ندمت الحين، مشكلة الكبتات مزرة من هاك الخياط الأولي، شو بسوي بهن عادة؟ الحين برد خيط اللي من يد ويديد عند هايل. إن شاء الله أنه يوزلكم شوري وإنكم وإنه يعني التجربة مش غلط، لادم يجرب ولادم يعينه ميزانه، ما ينساق وراء راي زيد ولا راي عبيد. لكن أنا عن نفسي أنا يازلي 100% الخياط 100% ياز. كنا عندهم ألوان من كل نوع، والدرجات البيج والحليب واللي شوية بيج وشوية غليظ وشوية رفيع، يعني الخيار وايد موجود عندهم. ونوعية الطربوش وقياسه، بغيت طربوش طويل ولا طربوش قصير ولا على هواك الإنسان، على هواك بغيت الطربوش يعني، بغيت القصة هاي ها الخدمة، خدمة الكندورة العربية بغيت لي شو أنا بين خدمتي وخدمة الناس اللي من غير أنا بربيكم. تطريز، التطريز أكثر عن ذراع ونص تطريز. زين هذا كلها خدمة، وهذا أنا سبعة، هذه ترقلين الكتف. الناس اللي من غير لا لين السر خدمة، أنا لا تحت السر بشبر تقريبا. والخدمة اللي أنا أخيطها شو السبع لين وين هم؟ لا حد من العرب اللي دارج اللي 99% من الناس هذا خياطهم 99%، أنا لا. هاي الخدمة شو لي وين ظاهر على 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 على, على, على الكتف. الناس اللي من غير لا من فوق، أنا لا رأس القند. الآدمي مخير، يبقى الخياط العادي المتعارف عليه الكندورة العربية، هاي الكندورة العربية شيء مهات باط شيء عاديات، الإنسان على هواه. كل إنسان ضارع على الكنادير يعرف شو يطلب، وهي رغبة، رغبة عند الآدمي. وهذا ختمهم هاي تحت من داخل، هاي ماركتهم نبراس. شغل مالكم رقم واحد، رقم واحد 100%. شو هذا جنس الجديد هذا؟ تقول الحين توه جاي. نعم هذا خفيف ياباني، هذا لون ما يغير ما تلاحظه. متى طايح هذا الحين؟ انا ما شفته انا يوميتكم كم يوم اول. هذا جديد يا جماعة. متى يجي؟ هذا تقريبا 4 ايام. هذا الحين شو نوع نمو انت شو؟ ياباني هذا. ما يتجسف؟ ما يتجسف. أريد أنا من هذا. أوكي. وشوف لي بعدنا نمونة ثاني خفيف. هذا ما أشوف. هذا كله ألوان. حتى أريد ملون بعد نفس اللون في مين. شيء؟ خبرتني احسان، وهذا اسمه عديل. تعال مني عدالنا عديل. شو ما شاء الله اشوف ما قصرني عدالهم ها. عديل ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو سو ماتش تو كومينج، وي ار نايس تو ميت يو عديل. شكرا احسان، ان شاء الله على طول اشوفكم. الحين قياس هلا خط كم كدوره سويت قياس الحين؟ الحين 15. زين متى بتجيب هالبيت؟ لا يوم أربعة 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 16 16 16 كندورة. متى بتجيبهم؟ تقريبا 4 5 يوم إن شاء الله. شكرا جزيلا إحسان، بارك الله فيك. شكرا.
خبروني عنها إحسان من زمان. يا غير قلت في خاطري لازم أجرب. يوم جيت أبوي وشفت خياطة وشفت خدمته وشفت طريقة ترتيبهم. شكرا جزيلا إحسان. الله يعطيك. كنت فرق سمع الأرض. مشكور ما قلت. فرق حين كنت دورة مالي أول غير وحين غير. إحسان أنت بكبر غير. صح. إن شاء الله كله رقم واحد. بارك الله فيك. شكرا. Thank you very much. Thank you so much. السلام عليكم. حليلهم. حبيب أبو محمد. أقول لك جالس في الكوفي طلب شاهي حمر. ويا بولي شاهي طال عمرك في غريشة. وقال لي يوم بيعبر هذا الملح ها بذل الملح تراب. شو وش قايل؟ قال لي يوم بيعبر بيذهب الشاهي. أبصرتنا نحن أنت من ثور لين دروسنا. طالع الواتر أبل لأن ما شاء الله جريب يذهب جريب يذهب على وشك شو ما شاء الله هنيها بعد شو ما شاء الله دسس بعد مبين يروم يدس عمر بتروح حتى هذا بالطيور حاطين لي مية الدنيا هالخراشين لعن الطيور آه ها هاي الذهبات شوفوهن زهبات من رغاية البتمني ها ثلاثة ها ثلاث مرة زهبات بسم الله الرحمن الرحيم هذا هاي تمرة أول تبشورة حلهن يقولون الأول يوم شيء يبشر يقول التبشورة يعطونها حدا شريم ضروري أول ما يطعم التبشورة الشريم حق الحول تشرمك هي الشيرة هاي كانها رنخلة ولا همبا ولا نبجة ولا لومية ولا برتقالة تشرمك الحول لأنك السنة أطعمت منها شريم الشريم من تعطيم التبشورة الحول رب العالمين يطرح يقولون عادة على الله ما شيء صعب يعني هذا كله بسيط عند الله سبحانه على الله سبحانه وتعالى انك اذا شليت شيء من همبا ولا لوميه ولا برتقاله وطعمت الكريم منها الحول تغدي يغلي ثمرها اكثر عن ورقها يقولون يعني مقوله متعارف عليها يلا قوبل النيران غالين عندهم همبا اول ما بشرت طعمونا منها قبل شهر همباتهم مبشره قبل شهر الحين هم يسمعون لي يعرفون من وهطري انا وان شاء الله نحن بنعطيهم ابوي من تبشوره همباتنا ان شاء الله هاي خليها عليهم وهاي بعد صاحبه ترى لو خطره هاي عليهم أصبخة. شوف إنتاجها سبحانك يا رب اللهم لك الحمد أصباخ يظهر فيها هم بالنمون أصبخة أصبخة تغني علي أصبخة اضطرب لا أصبخة هي نعم صلف الملح صلف لكن سبحانك يا رب شوف يوم الله يريد الأرض مبروكة السلام عليك صلاح أنت وين أشوف ما أشوفك بدي ها؟ بدي انا هذه شقتي فوقك فوق ما بعرف نوم ماما خشمك ماما منتش حالك علومك صلاح شو اخبارك وين البارحه انا شفتك بالسياره ساير على عبد الله ها عبد الله شو يصور اسد يصور اما ينوم ليش وين عبد الله يلا روح وين بتصير تمشي؟
لفوق. يلا بودي كان بصير دري وياك برد. مين؟ ها؟ وين منك؟ هذا الحصة. ها؟ خالد الخالدي. أخبارك؟ خالد أخبارك؟ وين أنت؟ أنت بخير؟ أمس اللي هو أمس يوم أنا جاي عيسان من عقب الصير وركبة الصير هو طوافة وحوامة وطراد وبانوش وورقة يبل ونزل من يبل وشوف الضبي وشوف الغزال وشوف ما أدري شوف ما خلينا شيء ما سوينا ومع هذا الحمد لله رب العالمين أشهد اليومين عقب ما صليت المغرب عينت من الله خير والله نيت الجمع خير وسهال الأمور واليوم بعد كذا الأمثال وإن شاء الله نباشر في الأمثال باشر ورا بكرة شيء برنامج جميل بيكون نسق رقم واحد حتى بكرة شيء برنامج لكن برنامج بكرة خفيف خفيف ورا بكرة عادة برنامج حافل حافل بمعنى الكلمة ورا بكرة بكرة شيء قرقع وشيء صدع لكن خفيف خفيف يغير المود على ورا بكرة المود كله ورا بكرة إن شاء الله مرحبا والله كيف حالك كيف انت الحمد لله اهلين وسهلين الله يعلوم وشخبار التمرين والله ماشي رقم واحد ماشينا من هالتشارج انت ما شاء الله ما شاء الله حبيب حبيب محمد حبيب يا اخوي الله يحفظك عندكم ابوي حدث ورا بكره بيسوي تشارج حدث حدث كبير ان شاء الله حدث عظيم بيسوي تشارج حبيب يا اخوي الله يبارك لكم يسلمون عليك الاهل كلهم عليك وعليهم السلام الله يحفظك انا بعد احبكم انتم الله يحفظك الله يحفظك دوما اقول كنت وما زلت لين تقوم ناقة صالح السلع الزينة هي لي تمشي عمرها أنا اللي علي يوم بيجيني شيء منتج إذا حق عمري أنا بستعمله أول بادي أنا استعمله الخياط هذا اللي اليوم الله يحفظكم أول بادي قبل ما أسير الكويت يعني العرض وسرت وخطت عنده وربكم يلي تعبدوني إني دخلت وظهرت من غير ما عرفوني الهنود ولا يدروا بي انا منو ولا ليش جاي ولا علم ولا خبر تنقيت وخيطت ولبست يوم عدى اليوم رحت لهم مره ثانيه حق التصوير من غير ما يدرون انا منو اليوم عرفوا اليوم عرفوا فالحمد لله انا ما عذر في الخياط اللي ما غير اللي بيوز حتى الخياط الاولي ما كان شين خياطي الاولي لكن تغير بس علي أكثر من 40 سنة وهو يخيط لي أو 35-30 سنة يعني بس عليه الحين تغيير وحتى لو يجيني خياط من غير بعد بخيط من عنده وبعد بيرب يعني لو خليت خربة مش معناته إذا باكل مطعم واحد سيفود يعني مطاعم سيفود باجي مطغاوي لا والله أكيد مطغاويات وكل الناس لها أدواء ما بلازم أنا حتما علي ما خيط إلا عند هذا أو أني أنا ضريت على هذا أو ضريت على اللبسة هذه خلاص ما غيرها لا بالامكان الانسان يلبس شرق ويلبس من غرب ويجرب خياط دبي وخياط راس الخيم وخياط الفجيره وخياط الكويت وخياط البحرين وخياط الرياض وخياط السعوديه انا عندي صدقان وايدين بعد من اهل دبي ما يخيطون الا في الرياض الرياض يتعنون للرياض يخيطون ويردون من اكثر من 20 سنه ما يخيطون لا في دبي ولا في ابو ولا في اي اماره من امارات الدوله فهذا هي مساله ذوق لكن انا احب التجربه انا غير على اسعفه كل يوم في مكان ويوزن لي الزين وخبر عن الزين كان مأكل ولا مشرب ولا ملبس يقولوا لي نحن ما شوف تتمرن هيداك ويا السناب هي نعم هيداها ويا السناب شو نقوم تروغري أنا أبوي ماخذ التمرين لايف ستايل ما بماخذ لنا حق أي لجل شيء معي أنا أي أرمس أسولف وأتمرن أخير نقول من الرغادة شرق وغرب تراني أسير وأتكشف وعيننا الله خير في النهار ما خلي شيء ما أسويه ألف في الدنيا كلها ولا عديني من غير بان بويت الجر أقبل العشاء وتمرنت بما فيه الكفاية وسلمت على العرب وسلموا علي وشفت الناس الناس شافتني مثل عبارة كأني ساير مول ساير عرس ساير ملك ساير خطبة عزة فرح حزن كلنا نفس الشيء عندي الحمد لله منور يا كابتن ما شاء الله عليه هب العود ايه نعم ما شاء الله ما شاء الله روح روح ما شاء الله 7 سنين اتمرن ضربة في الجيم لكن هو مواظب مش قضية مواظب هو مسوي كنترول على الأكل
ولا من 7 سنين نتمرن شبه يوميا مع بعض. فكان هو واظب على الاكل، ما ياكل الاكل، ما ياكل لا ساقة ولا عصيد ولا هريس ولا ياكل شيء من هذا، ولا محلة ولا شيء من هذا كله. انا ساد دبي عن الاولي والثاني، شو اسوي؟